بنواصل لحديثنا مع حضراتكم عن الملف الفلسطيني والجهود المصرية التي لا تتوقف في سبيل وضع السيناريو النهائي للعدوان الإسرائيلي وللمأساة التي خلفها هذا العدوان البشع وغير المسبوق. في إطار استمرار هذا الدعم المصري، جاءت كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة العربية بالبحرين قبل أيام قليلة كي تجدد التأكيد على أولوية وقف إطلاق النار ورفض تصفية القضية الفلسطينية من خلال التهجير القسري للأشقاء والتحذير من اتساع دائرة الصراع في المنطقة. على طريق الدعم المتواصل، كانت أيضا أعلنت مصر من أيام الانضمام رسميا لدعوى جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية واتخاذ الإجراءات اللازمة لإدانة الممارسات الإسرائيلية أمام المحكمة وكشف الانتهاكات الإسرائيلية في حق القانون الدولي والقانون الإنساني. للحديث بشكل مفصل عن الجهود المصرية في دعم القضية الفلسطينية، بيسعدنا أن احنا نستضيف في الاستوديو هذا الصباح الأستاذة نرمين سعيد، الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. أهلا وسهلا بحضرتك يا أستاذة نرمين. صباح الخير على حضرتك. نورانا أستاذة نرمين. طيب، عايزين نبدأ مع حضرتك من القمة العربية في البحرين، قمة عربية 33 ورسائل السيد الرئيس الداعمة للقضية الفلسطينية، حضرتك قرأتيها ازاي؟ أنا أتصور أن الدورة دي كانت من أهم الدورات اللي انعقدت من حيث التوقيت، وأنا يعني بقول أن دي من أهم الحاجات كمان اللي وجدت في ميثاق الجامعة العربية، أنه القمم تعقد بشكل دوري، وبالتالي الموضوع ما خدش وقت كتير عشان التحضير أو دعوة القادة العرب، لأنه كان في دورية للانعقاد. الاستثنائية كانت في التوقيت، متعلقة بفكرة الأحداث في غزة، ومتعلقة أيضا بفكرة ذكرى النكبة. يعني كانت النكبة في اليوم الذي سبق القمة، ذكرى النكبة 76، وبالتالي التوقيت كان مهم للغاية. كلمة السيد الرئيس أعتقد أنها كانت من أهم الكلمات اللي تم يعني طرحها في القمة. السيد الرئيس ركز على فكرة أنه العالم لم يعد يثق في المجتمع الدولي، وأن المجتمع الدولي بات عاجزا عن حل أي صراع أو التدخل لفض أي صراع بين دولتين. إحنا مجلس الأمن عاجز عن إصدار قرار يلزم إسرائيل بالانسحاب من قطاع غزة أو بوقف إطلاق النار، على نفس النسق محكمة العدل الدولية وحتى المحكمة الجنائية الدولية. فأنا أتصور أن تسليط الضوء على عجز المجتمع الدولي وحتى عجز المنظمات الأممية المفروض أن هي تقدم مساعدات إلى داخل قطاع غزة، لم يكن هناك رد فعل مثلا على ما فعلته إسرائيل مع منظمة أو وكالة غوث اللاجئين. هذه الوكالة التي كانت الوحيدة القادرة على الوصول داخل قطاع غزة وإيصال المساعدات. وبالتالي أنا أعتقد أن يعني النقطتين الخاصتين بالمنظمات الأممية وفعالية المجتمع الدولي في وقف النزاعات المسلحة كانت من أهم النقاط التي تم تسليط الضوء عليها في كلمة السيد الرئيس خلال القمة العربية. طيب، لو هنتكلم أستاذة درمين عن انضمام مصر يعني لهذه الدعوة المقامة أمام محكمة العدل الدولية، الدعوة طبعا المقدمة من جنوب إفريقيا، هنتحدث مع حضرتك أن هي تزامنت مع تصريحات أيضا من المسؤولين المصريين باحتمالية تعليق اتفاقية السلام أو معاهدة السلام مع الجانب الإسرائيلي إذا استمر يعني التصعيدات من جانبهم، وأيضا يعني إذا وصل الأمر إلى أن يضر بالأمن القومي المصري. لو توضح لنا الربط بين الموقفين دول مع يعني عدم توصل جهود المفاوضات إلى الهدنة المأمولة في الأسبوع الماضي. يعني هو زي ما حضرتك أشرت، أنا أتصور أنه في بعض الأوقات من المهم في الأطراف تصدير القوة. يعني فكرة أن القاهرة منذ بداية الأزمة كانت تتعامل كوسيط نزيه بين الطرفين، تحاور الطرفين، تقرب وجهات النظر. اللهجة اختلفت عندما قامت إسرائيل بتصرفات استفزازية، اضطرت القاهرة أن تصدر لغة القوة وتصدر خطاب القوة بدلا من الخطاب السابق. وأنا أعتقد أن في بعض التوقيتات هذا مهم للغاية. فكرة التلويح بتعليق اتفاق السلام، فكرة الانضمام لجنوب أفريقيا في الدعوة المقامة أمام محكمة العدل الدولية، وخطوات أخرى ربما تقوم القاهرة بها. على سبيل المثال، القاهرة أيضا رفض التنسيق مع تل أبيب فيما يتعلق بفتح معبر رفح في ظل وجود موظفين فلسطينيين وأمميين من الجانب الفلسطيني. القاهرة رفضت العرض الإسرائيلي وقالت أن العناصر على الجانب الفلسطيني يجب أن تكون عناصر فلسطينية خالصة. إسرائيل دوما لا عناصر إسرائيلية كما هو الوضع الآن بالضبط، ولا حتى عناصر أممية. فالعرض الإسرائيلي رفض. إسرائيل دوما تنتهج يعني نهج معين، حينما يتعلق الأمر بما هو مطلوب منها هي تأخذ خطوة للأمام خطوتين للخلف. بمعنى أنه في وقت المفاوضات أبدت موافقة على المقترح المصري، ثم عندما أبدت حماس الموافقة يعني النهائية على المقترح عادت إسرائيل خطوتين للخلف وقالت أن المقترح لم يعد يلبي طموحاتها.
بينما عندما تريد إسرائيل شيئا أو تحقق شيئا هي تأخذ خطوتين للأمام. يعني احنا شاهدنا عندما اتهمت إسرائيل بإغلاق المعبر من الجانب الفلسطيني وأنها المتسببة في الكارثة التي سوف تحدث الآن، حضر الوفد الإسرائيلي مباشرة إلى القاهرة للتفاوض حول فتح المعبر من الجانب المصري، وطبعا الطلب قبل بالرفض. فهذا نهج إسرائيلي، هي لا تريد أن تدفع أي فواتير مادية حتى فيما يتعلق بإعادة إعمار القطاع. يعني إسرائيل دمرت قطاع غزة والآن هي تدمر رفح الفلسطينية. المنطقتان لن يعودان يعني صالحان للعيش مرة أخرى، ولن تدفع فاتورة إعادة الإعمار. طيب أستاذة نرمين، من وجهة نظرك كده الدعوة المقدمة من جانب جنوب أفريقيا خاصة بعد انضمام مصر ليها إزاي بتشكل ضغط على إسرائيل؟ أنا أتصور أن الضغط جاي من التوقيت، أنه يعني دي خطوة تصعيدية مصر خدتها بالتزامن مع التصعيد الإسرائيلي في رفح الفلسطينية، وبالتالي كان رد فعل مناسب للتصعيد الإسرائيلي. ده من ناحية. من ناحية تانية مصر بيربطها اتفاق سلام مع إسرائيل منذ عام 79، وبالتالي مصر بتصدر رسالة لإسرائيل معناها أنا أستطيع أن أحترم بنود اتفاقية السلام، ولكن في نفس الوقت لن أتغاضى عن جريمة الإبادة الجماعية التي يتم ممارستها في قطاع غزة وفي رفح الفلسطينية. فهنا القاهرة أصرت على أنها قادرة على أن تلتزم بتعهداتها، ولكن في نفس الوقت أن تقاضي إسرائيل وتلاحقها قانونيا فيما يتعلق بجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة وفي رفح. طيب الدولة المصرية والقيادة السياسية المصرية أكدت يعني مرارا وتكرارا أنه لا حل للقضية الفلسطينية، حل شامل وعادل سوى حل الدولتين. سؤالي ده الكلام ده طبعا من قبل 7 أكتوبر بسنوات عديدة. السؤال هنا، هل العالم كله أصبح متفق مع هذه الرؤية بعد كل التطورات الأخيرة أستاذة نرمين؟ يعني العالم كله ما عدا إسرائيل وأمريكا. يعني احنا امبارح شفنا بس التصريحات الأمريكية بتنادي بحل الدولتين، اعتقد يعني ظاهريا، لكن الولايات المتحدة حتى الآن هي اعتقد انها كان هناك تنسيق في بينها وبين إسرائيل فيما يتعلق بعملية رفح. وحتى لو تصورنا ان الولايات المتحدة تدعم حل الدولتين فعلا، طب ما هي الخطوات التي تأخذها لدعم حل الدولتين؟ يعني هل من المعقول ان تدعم حل الدولتين وتطلب من الفلسطينيين التفاوض على ذلك الحل وأنت تصدر لغة القوة وتصدر لغة السلاح وتدعم إسرائيل في كل العمليات العسكرية التي تقوم بها في قطاع غزة وفي رفح الفلسطينية؟ أنا أعتقد أن هذا غير منطقي. أعتقد أن من تدعم فعلا حل الدولتين هي القاهرة، هي من نادت به، هي من صدرت هذا للمرة الأولى في مؤتمر القاهرة للسلام. ببساطة الإسرائيليين لا يعني يقلقون جدا من فكرة إعلان دولة فلسطينية. امبارح حتى في رد نتنياهو على جانتس بعد خطابه الأخير، هو قال جانتس يريد أن يذهب إلى إعلان دولة فلسطينية لأن هذا هو الحل النهائي، هذا هو المطلوب وهذا هو المنشود. يعني الأمر ليس بالفكرة الجديدة التي تطرح على إسرائيل بالضبط، وكانت مقبولة يعني في فترات سابقة، ولكن دايما التعنت بالزبط. هنا وتغيير المواقف وعدم الصراحة وعدم الوضوح وعدم الشفافية والكذب الدائم هو بالزبط. الحال دائما من الجانب الإسرائيلي. خلينا نشوف مع حضرتك هذا العرض المعلوماتي، لأن الجهود عن أو هذا التقرير عن الجهود المصرية تجاه القضية الفلسطينية بالثبات من خلال رفض الاستيطان وأي إجراءات إسرائيلية أحادية بتعوق إقامة الدولة الفلسطينية مع دعم الحقوق العادلة للشعب الفلسطيني، وعلى رأس هذه الحقوق طبعا عودة اللاجئين. هنشوف مع حضرتك هذا الموضوع وهذا التقرير. خلال عقود من الزمن حرصت مصر على اعتبار القضية الفلسطينية قضيتها الأساسية على المستوى الإقليمي، انطلاقا من مسؤوليتها دائما إزاء أمن واستقرار المنطقة ودعم حقوق الأشقاء الفلسطينيين. مصر كانت ولا تزال تتحرك بشكل متزامن دائما مع كافة القضايا الخاصة بالملف الفلسطيني، حيث نجحت دائما في الحفاظ على مواقف أساسية ثابتة ترفض الحلول الأحادية التي تعيق إقامة الدولة الفلسطينية، مثل الاستيطان والإجراءات التي تتخذها إسرائيل في القدس، مع دعم الحقوق العادلة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها حق العودة للاجئين. المواقف السياسية المصرية أظهرت الثبات في مواجهة التصعيد الإسرائيلي، على رأسها رفض أي عمليات عسكرية إسرائيلية في قطاع غزة، ورفض عمليات التدمير والقتل الممنهج، ورفض مساعي تصفية القضية الفلسطينية على حساب مصر أو أي دولة أخرى. الموقف المصري الداعم للأشقاء الفلسطينيين ظهر بوضوح على لسان الرئيس السيسي، الذي أعلن بشكل واضح أن تهجير الشعب الفلسطيني لسيناء يمثل خطا أحمر بالنسبة لمصر. وقد أكدت مصر منذ اللحظة الأولى على أن هذا التصعيد يضر بالأمن الإقليمي للمنطقة ككل وليس فقط
بالداخل الفلسطيني. في الوقت نفسه وضعت مصر خارطة طريق تضمنت تصورا شاملا لحل جذور الصراع العربي الإسرائيلي، ووصف بالحل الأعم والأشمل، إذ تستهدف الخارطة المصرية في المقام الأول تحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة وإعادة إحياء مسار السلام، ثم التفاوض حول التهدئة ووقف إطلاق النار، ثم البدء العاجل في مفاوضات لإحياء عملية السلام وصولا لحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. رجعنا مرة تانية مع أستاذة نرمين سعيد الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. أستاذة نرمين، هنرجع نتكلم عن الجهود المصرية الكبيرة الحقيقة في دعم قضية فلسطينية، سواء دبلوماسيا أو إغاثيا أو إنسانيا. لو هنتكلم عن إغاثيا، معظم المساعدات اللي دخلت لفلسطين أكثر من تقريبا 85% من الجانب المصري، من الدولة المصرية. شايفة إزاي الدعم الإغاثي والإنساني ده أثر جوه الداخل الفلسطيني وأخواتنا طبعا الأشقاء الفلسطينيين على الصمود؟ أنا أتصور أن مسألة الدعم من مصر الغير محدود لمسألة الإغاثة الإنسانية والمساعدات هي أوصلت رسائل للشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفي فلسطين كلها أن مصر تعارض فكرة التهجير ولكنها مندمجة إلى أقصى حد مع الفلسطينيين إنسانيا. مصر بتربطها بفلسطين حدود، بتربطها بها علاقات نسب، المناطق الحدودية يعني غالبا بيعتبروا شعب واحد. ففكرة أن مصر كانت عاملا أساسيا في المساعدات التي تدخل القطاع خلقت يعني قاعدة شعبية بين البلدين من الصعب يعني التلاعب بها أو من الصعب تغييرها في أي وقت من الأوقات. مصر حتى اللحظة الحالية هي تضغط بكل أدواتها السياسية إنسانيا حتى تفتح معبر رفح لإدخال المساعدات إلى الجانب الفلسطيني، ولكن بالترتيبات التي تتناسب مع الجانب المصري وليس التي تتناسب مع إسرائيل. وزي ما حضرتك أشرتي، هو فكرة أنه 85% من المساعدات المصرية دخلت عبر معبر رفح البري بتشير إلى أهمية معبر رفح البري طبعا، وبتشير إلى أنه حتى لو وجد رصيف عائم داخل القطاع وحتى لو قامت إسرائيل بفتح معبر بيت حنون لإدخال المساعدات أو حتى معبر كرم أبو سالم، يبقى معبر رفح يعني ليه تأثير على مسألة إرسال المساعدات إلى داخل القطاع، ويبقى له أهمية طبعا من حيث العامل النفسي للفلسطينيين. يعني معبر رفح له أهمية نفسية كبيرة للجانب الفلسطيني، ولذلك يعني إسرائيل حينما دخلت إلى شرق مدينة رفح حرصت على السيطرة على معبر رفح من الجانب الفلسطيني. طبعا هي صدرت دعوات أمنية منها أنه يستخدم في تسهيل ممارسة عمليات إرهابية مع عمليات الإرهاب، ولكن يعني أنا أعتقد أنه اليوم تصدق يعني فشل ترجيحات نتنياهو حينما قال أن الرهائن موجودين داخل رفح وحينما قال أن قيادات حماس موجودة داخل رفح، وثبت أن هذا غير حقيقي. يعني الرغبة في تدمير المعبر موجودة منذ اليوم الأول أو الأسبوع الأول والاعتداءات، وتم تدميره أكثر من مرة، ويعني الجانب المصري هو اللي قام بإصلاحه من أجل إرسال وإدخال المساعدات 4 مرات متتالية. يمكن برضو لو يعني ده شق يا أستاذة نرمين اللي هو الشق الخاص بالإغاثات والمساعدات الإغاثية، هناك شق آخر وهو الشق الدبلوماسي. مصر بذلت جهود رهيبة رهيبة مضنية فيما يتعلق بجهود الوساطة والتوصل إلى وقف الإطلاق النار، وعلى الشق الآخر أو يعني جانب آخر من الجهود الدبلوماسية الجهود الخارجية من أجل توحيد موقف دولي ل يعني إيضاح الصورة وإيضاح الحقائق ووجود ضغط على الجانب الإسرائيلي من أجل التهدئة والوصول إلى وقف الإطلاق النار. سؤالي لحضرتك عن مدى تأثير الجهود المصرية طوال الأشهر العديدة الماضية في الشق الأخير وهو وجود موقف دولي موحد ضد الممارسات الإسرائيلية. هو زي ما حضرتك أشرت، هي القاهرة كانت أول دولة تنبهت إلى فكرة إحياء العملية السياسية وإحياء المسار الدبلوماسي حينما دعت الدول لحضور مؤتمر القاهرة للسلام في أكتوبر الماضي بعد اشتعال الحرب بأيام، أعتقد في 21 أكتوبر. هذا المؤتمر أعاد طرح فكرة أن هناك حل سياسي للقضية الفلسطينية، وأن المسألة لا تتعلق فقط بوقف إطلاق النار، المسألة تتعلق بالرجوع لطاولة المفاوضات وبإيجاد حل سياسي للقضية الفلسطينية، إعلان دولة فلسطينية على حدود 4 يونيو أو حل الدولتين، يعني كما أقرت مبادرة السلام العربية فيما قبل. وأنا عايز أقول برضو أن جهود مصر في دعم القضية الفلسطينية على المستوى السياسي والدبلوماسي هي سابقة حتى لقرار التقسيم الذي صدر في عام 1947 في الأمم المتحدة. يعني في عام 1944 على ما أتصور كان هناك اجتماع في مدينة الأسكندرية دعت فيه مصر الدول العربية يعني الاعتراف بالقضية الفلسطينية بالحقوق الفلسطينية، وكان هناك محاولات يعني في ذلك الوقت لتغيير التركيبة الديموغرافية داخل فلسطين عن طريق الدفع ب يعني
هجرات اليهود المبالغ فيها بأعداد مبالغ فيها لتغيير التركيبة خصوصاً السكانية خصوصا من أوروبا تلا ذلك أعوام 45 دعت مصر إلى أن يكون هناك مندوبا قبل حتى إنشاء الجامعة العربية أن يكون هناك مندوبا وطبعا معها الدول العربية مندوبا لفلسطين في الجامعة العربية للتعبير عن حقوقهم وصولا لأول قمة عربية في أنشاص في عام 46 واللي اعترفت بها الدول العربية بحقوق فلسطين وحقوق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم. فالجهود المصرية مستمرة حتى منذ قبل قرار التقسيم قبل النكبة بعد النكبة مصر كانت شريكا في عملية المفاوضات على الحقوق الفلسطينية فيما يتعلق بالحكم الذاتي في مؤتمر المينا هاوس الذي دعا له الرئيس الراحل أنور السادات في اتفاق أوسلو. مصر كانت دوما داعمة للفلسطينيين والإعلان دولة فلسطينية وحتى الآن أنا أعتقد أن مصر هي الفاعل في وقت يقف فيه المجتمع الدولي عاجزا. يعني أنا أرى تصريحات فقط لكن الفعل أعتقد أن القاهرة تطلع بالدور الأكبر. القاهرة تحملت الكثير من المشقة والعناء فيما يتعلق بالوساطة بين الطرفين. طيب دلوقتي في تخبط في الداخل الإسرائيلي، حضرتك شايفة ده إزاي هيأثر على مسار القضية الفلسطينية أو إيجاد حلول بقى جذرية؟ يعني أنا في تقديري أنا ممكن أكون واقعية شوية، مش متفائلة قوي بمسألة الاضطرابات داخل إسرائيل لأنها ليست الأولى. إسرائيل دوما عندها خلط ما بين المسائل السياسية وما بين المسائل العسكرية. يعني دايما بنسمع وزراء مفروض ان هم في الحكومة زي وزير المالية مثلا دايما بيتكلم في شؤون عسكرية. نتنياهو أصلا دخل رفح الفلسطينية في محاولة يعني لإرضاء اليمين المتطرف داخل حكومته. الآن بات الأمر مختلفا لأن مجلس الحرب كله ومجلس الوزراء كله بات يؤيد العملية في رفح الفلسطينية، ولذلك أنا أتصور أنه لا خلاف حقيقي على ما تقوم به آلة الحرب الإسرائيلية داخل قطاع غزة وداخل رفح. الخلاف الحقيقي متعلق بإيجاد عملية سياسية بعد الحرب داخل قطاع غزة. يعني وزير الدفاع الإسرائيلي يرى أنه لا طائل من وجود إسرائيل داخل قطاع غزة بعد الحرب عسكريا أو بأي شكل، أولا لأنه من المحتمل أن تواجه إسرائيل تمردا داخل القطاع سواء من قوات حماس التي ستعود وتتمركز أو حتى من المواطنين الفلسطينيين. نحن نتكلم عن كتلة سكانية كبيرة قوامها تقريبا 2,300,000 2,400,000، فأكيد سيواجهوا تمرد داخل القطاع. هذا من ناحية. من ناحية أخرى غزة لا تمثل في العقيدة اليهودية مسألة مهمة، يعني هم يهتمون بالضفة الغربية السامرة القدس، لكن غزة على مستوى العقيدة لا تمثل لهم أمرا مهما في العقيدة اليهودية أو في الفكر الصهيوني أو فيما شابه، وبالتالي هم لا يهتمون كثيرا باحتلالها أو بالسيطرة عليها، ولكن هم يهتمون بتحييدها وبأن لا تكون هناك عمليات تنطلق من حماس لتضر المستوطنين في داخل إسرائيل أو حتى في غلاف غزة. يعني احنا عارفين أن المستوطنين كثير من الشمال رحلوا من منازلهم ويرفضون العودة لأنهم يقولون أن الحكومة الإسرائيلية لا تستطيع تأمينهم. وبالتالي أنا أعتقد أن الخلاف الحقيقي داخل إسرائيل هو على اليوم التالي للحرب وليس على مسألة الانسحاب من رفح الفلسطينية أو إيقاف العملية في رفح الفلسطينية. هناك اتفاق عليها داخل مجلس الحرب وداخل مجلس الوزراء. طيب في برضو وجهة نظر بترى أنه بيني جانس تحديدا والكثير من أعضاء الحكومة الحالية بيتحدثوا بجدية عن فكرة تغيير لابد أن يحدث داخل الحكومة نفسها، ربما تغيير حتى الحكومة أو إسقاط الحكومة الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو. في تصدع كبير أيضا حتى في العلاقات ما بين الحكومة الحالية اليمينية المتطرفة الإسرائيلية وما بين الولايات المتحدة في العلاقات، ورأينا هذا الأمر في العديد والعديد من التصريحات وحتى الخطوات المتخذة مؤخرا. هل في ربط بين هذا الأمر وبين الزيارة الحالية لجيك سوليفان مسؤول الأمن القومي يعني الأمريكي إلى المنطقة والتصريحات اللي أدلى بيها يوم أمس والمهلة اللي أعطاها يوم أمس بني جانس لنتنياهو؟ يعني أعتقد أنه في رابط زي ما حضرتك أشرت. أعتقد أن الزيارة ربما تكون للدفع بالعودة لمسار المفاوضات، وأنا أعتقد أن بني جانس ربما يكون المرشح لخلافة بنيامين نتنياهو على الأقل مقبول من الولايات المتحدة الأمريكية. هل سيحدث هذا؟ أنا أعتقد أنه من الصعب أن يحدث هذا لأنه الفكرة اليمين المتطرف يسيطر على الحكومة. حتى إذا استقال بني جانس فنتنياهو يملك الأعضاء الكافيين لاستمرار الحكومة وعدم سقوطها، بالإضافة يعني أنه زي ما أشرت لحضرتك أنه يعني بني جانس أيضا على الناحية العسكرية لا يرفض ما تقوم به إسرائيل في رفح الفلسطينية، ولكن هو حريص على مسألة عودة الرهائن. هو أعطى نتنياهو مهلة ولكن يعني رد عليه وزير الاتصالات وقال له ليس من المهم أن تستقيل في 8 يونيو، ممكن تستقيل دلوقتي.
يعني في محاولة لتصدير فكرة أن احنا لا نهتم كثيرا بوجودك في مجلس الحرب. هو أعطى مهلة حتى يونيو، وأعطى مهلة لإعادة الرهائن إلى إسرائيل. ماذا ما سوف يحدث بعد ذلك؟ هو ما سيعطينا مؤشر، هل ستستمر هذه الحكومة، هل ستتفكك، هل سينجح ضغط الشارع الإسرائيلي في الإطاحة ببنيامين نتنياهو والذهاب لانتخابات مبكرة داخل إسرائيل؟ أنا أعتقد أن الأيام المقبلة هي من يعني ستوضح الصورة فيما يتعلق بهذا الإطار. بالتأكيد، وبنأمل طبعا أن يعني يتم الاحتكام إلى صوت العقل، لأنه المشهد الحالي كارثي بكل معاني الكلمة في قطاع غزة. كل شكر لحضرتك الباحثة طبعا الأستاذة نرمين سعيد، ألف شكر لحضرتك على وجودك معنا، الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. شكرا، صباح الخير حضرتك، شكرا.